كشرقيين وخصوصي كلبنانيين منحكي كتير ومنفاخر انه نحن حد الختيار لما محتاج لنا، ومنحرص على معاملته احلى معاملة وما منتركه لما يقصر. قديه انت مستعد تحول هالحكي لفعل بحال صدفت سيدة مسنة عم تقطع الطريق بكتير صعوبة وبيعز العجقة؟ وقديه شرعنا اللبناني بيتفاعل مع هيك مشهد؟ احضروا معي. سلمى هي بطلة اختبارنا. بصعوبة عم تقطع شارع في كتير عجقة بمنطقة الزلقة. مشهد الطريق بيوحي انه صعب كتير على السائقين ينزلوا يساعدوا سلمى. ومع اللحظات الاولى لتصوير اختبارنا هيدي اول سيارة وقفت ومع وصلوا سيدتين ليساعدوا سلمى. هيدي تاني سيارة بتوقف، بينزل من حد السايق شخص ليساعد سلمى تقطع الطريق. سلمى لبنان كيف بدك تروحي هيك؟ قربي مرشي بروح معي، عم تسلمه خلص قربي سلم بنيتك خلص شايف وين؟ شايف ايه معلش يلا يوقف لي شوي لما ايديك كتر خيرك بدي اقطع الطريق بس هلا بيجي ياخذوني قربي قربي ما من جديد وقعت عصاية سلمى ومن دون ما يسأل وقف الشاب ووراه وقف السير بكامله ومش سئلان بس ليساعد هالست الختيارة. سلام ايديك الله يخليك الله يخليك الله يخليك معلش لي بقطع مهلي بقطع مهلي سلام ايديك الله يخليك لأهلك الطريق ما عم تشوفي حواليك؟ ايه بلا عم شوف شوي عم شوف شوي يسلم وخلص حبيبي روح يعني ايه خلصي خلصي السيارة يلا خلص روح حبيبي روح الله يكون معك معروف. المشهد كل ماله عم بيصير مؤثر أكثر. سيارتين بالوقت ذاته وقفوا بنص الطريق. سلم بنيتكم كتر خيركم. مش منتبه عم ظنت فكرت المرة موقفة. الله يقويكم. الله يخليكم لأهلكم. يلا عنيد الله. ميرسي حبيبتي. الله يكون معكم. ميرسي كتير بشكرك حبيبتي الله يخليكم وهول سيارتين جديد الله يخليكم كتر خيركم سلم بيتكم ميرسي حبيبي الله يخليك خليني احبلك؟ لا خذي وقتك خذي وقتك ولا يهمك يلا معلش روح حبيبي هلا خلص امشي ما في عنا شيء امشي الله معك الله يخليك طول عمرك وكثر من امثالك طول عمرك خليكي بصحتك عمالي 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 يسلموا ايديك كثر خيرك يلا ايه خلص خلص يسلموا عادية. ايه يعني. يلا خليني اطلع. اوكي.
خلص لها جوا. هلا اي ايه خلص عندي وحده كبيره. ايه لا خلص معلش هلا بطوله بيجي سلم ضيقتك. ايه الله معك. وكمان سيارتين غيرهم حبيبي لو من حدا ما حدا بهيدا. الله يخليك قطعت الله يخليك معقولة؟ تسلموا ايديك معلش بقطع مهلي روح. الله يكون معك حبيبي الله يكون معك. يوم اللي طلعنا بفكرة تصوير هالاختبار كان هدفنا نقيس نسبة العالم اللي ما بيقدروا يساعدوا مسني عم بتلاقي صعوبة بقطع الطريق. بس للصراحة النسبة الكبيرة اللي اندفعوا وساعدوا فاجأتنا إيجاباً لدرجة فكرنا للحظة إنه الدنيا بعدها بألف خير لولا كم موقف غيروا لنا فكرنا. بعد الفاصل انه شيء جديد بلبنان لا لازم يكون بمحل بالمحل اللي لازم يكون فيه. يعني بدنا رايكم بليز بقانون طلع امبارح. قانون شو؟ اقرار مجلس النواب لرئيس الجمهوريه انه صار بحق له يطلع من الطائفه الشيعيه.